إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أعتذر. ربما كان الانقطاع ديال الصورة، ما انتبهتش أنا باللي الوقت يعني داهمنا، ولذلك كان الانقطاع ديال الصورة. أعيد باختصار من فضلكم باش يعني يبقى التسجيل عندكم كامل، لأنه تقطع باختصار. غادي نعاود. إذا هنا قلنا باللي دوزنا لانات ديناميك اوتوماتيكمون، هاد لي بوست كاملين ديال الريزو لوكال كيخرجوا يعني الريزو اكسترن. ولكن لو انه خدينا واحد البوست هو هذا مثلا بي سي زيرو، وبدلنا له لادريس اي بي مثلا، عطينا هاد الانترفال. لاحظوا هنا ما عطيناش 192.168.1 واحد يعني في هذاك الريزو واحد 0/24، لا عطيناه جوج سبعه مثلا، وعطينا هاد الماسك، وعطينا كذلك الباس غيل اللي هي هذاك الروتور. دونك اوتوماتيكمون لاحظوا باللي ما غاديش تدار له تراديكسيون. ها هو دونك اوتوماتيكمون ما غاديش دير له تراديكسيون، فيما الاخرين هنايا اوتوماتيكمون كدير لهم لا تراديكسيون. هو مثلا لو انه يعني جميع هاد لي بوست الاخرين هما كدير لهم لا تراديكسيون، دونك سكسيسفول. دونك لو انه مثلا قلصنا هاد الماسك هنا وحاولنا نعطيو يعني ماسك مقلص، وعطينا دوطخ ادغيس، حتى هما ما غاديش تدار لهم لا تراديكسيون. يعني من كدير لا تراديكسيون هما هادو اللي كيكونوا داخلين في هاد لا ليست. اوكي، دونك هذا فيما يخص هاد لابارتي الاولى ديال البات، عفوا لا نات ديناميك. دابا غادي نمشيو هنا لا كونفيغوراسيون ديال البات، وكما قلت لكم دونك ما غاديش نحاول يعني ندير جميع لي كونفيغوراسيون. غادي نحيد عليا دي كونفيغوراسيون اللي ما يصلحوليش. دونك باغ اكزومبل هنا الا لاحظتوا هذا كونفيغوراسيون دو بات عندي هنا، دونك ما بقاتش عندي هذيك لا غوت ستاتيك اللي دخلنا الاي اس بي ديال داك لو ريزو ايماجينير 200 200 128/25. دونك ما بقاتش عندي. علاش؟ لانني ما غاديش نولي نحتاجها، لان حاليا غنولي بقى نخرج بهذا البور هذا ديال الروتور اللي هو جلوبال اكسترن، كيولي هو اللي كيخرج لي جميع لي زادريس اللي كاينين في اللوكال انترن، وكيخرجهم دي نيميرو دو بور. اوتوماتيكمون غادي نجي للاي اس بي هنا، وغادي نحيد هاد لا روت هادي اللي ضفنا هنا، هي هادي اي بي روت 200 200 128. دونك غادي نحيدها، ما تبقاش عندي. اوكي، لانني ما بقيتش يعني غادي نحتاجها. الوغ انيبل كونفيغور تيرمينال اوتوماتيكمون نو، وغادي ندير ديك لا كوموند اي بي روت 200 200 128 255 255 128 201. هذيك اللي كانت كتصيفطني يعني يعني للروتور ار ان. دونك هذه الاولى. الوغ ثاني حاجه هو انه ما غاديش نحتاج هذيك لا كوموند كذلك اللي كدير لي لا ترانسلاسيون في هنايا ديال الديناميك كونفيغور تيرمينال ديال لا نات ديناميك. دونك ما غاديش نولي نحتاجها. الوغ حتى هي غادي نحيدها، لانه صافي يعني ما بقيناش غادي نخدموا بها. اوتوماتيكمون غنكوبيها من هنايا اللي هي اي بي نات انسايد. ها هي هادي. اوكي، دونك فوالا اي بي نات انسايد فوالا كنترول عفوا سي. اذا غادي نقول له نو ايبي نات انسايد سورس ليست 1 بول 1. دونك ما غاديش نولي نحتاجها. فوالا اوكي، دونك فوالا عفوا ما بقاتش عندي، لانه يعني كيقول لي ما كاينش مابين هنا، لان حيدتها هنايا في هذه الاولى. اوكي مزيان. دونك غادي نتاكد هنايا باللي اوتوماتيكمون ما عنديش، ما كنخرجش على برا اوتوماتيكمون. فوالا لاحظوا انا ما كنخرجش دابا، يعني ما عنديش هذه الامكانيه باش انه تدار لي لا تراديكسيون هنايا. اوكي وهنا لو انني درت دو شاو اي بي نات ترانسليشنز، فوالا اوتوماتيكمون ما عنديش دي ترانسليشن. فوالا دي ترانسليشن، فوالا دي ترانسلاسيون ما كاينينش. فوالا. الوغ شنو غادي نضيف؟ دونك هاد لا ليست 1 عندي، هادي خليتها احتفظت بها هنايا. والا لاحظتوا معايا هنا، الا درت يعني شاو رانين كونفيغ، شاو رانين كونفيغ، دونك اوتوماتيكمون هي غادي نلقى لي كونفيغوراسيون اللي عندي. دونك لي زانترفاس هما باقيين مكونفيغوريين دونك بلي كونفيغوراسيون اللي كانوا فيهم. دونك الكلوكلايز قلنا راه باغ ديفو كيعطي هذيك القيمه. ها هي اي بي نات بول بول 1. دونك هذه اوتوماتيكمون هي
ديال لابول ان حتى هي غنحيدها، هذه ما عنديش بها الان غرض، دونك غادي نحيدها. واخا دابا نرجع عندها، دونك هنا الروتاج ستاتيك هذا غنخليه اوتوماتيكمون غيبقى، هذا غيبقى ولا والليست ان، دونك ما عدا هادو بجوج دونك كلشي خصو يمشي. دونك هنا اوتوماتيكمون كونفيغور تيرمينال فوالا، دونك غادي ندير نو وغادي نحط هذه ديال اي بي نات بول بول 1، دونك لانه ما غاديش نبقى ما غاديش نحتاجها هذه. اوكي دونك دو هنا الرايت فوالا اوتوماتيكمون. ولا شنو غنحتاج اول حاجه؟ راه قلت لكم هاد فين هنا، دونك غنرجع لهنايا الغوطاج البات عفوا، هو هذا البات. دونك غنحتاج اوتوماتيكمون الاي بي روت اللي هو ستاتيك، غنحتاج هذه، غنحتاج لاكسيس ليست اللي هي هذه صافي. دونك وغادي نمشي لا كوموند ديالي. دونك قلنا لاكسيس ليست، قلنا الاي بي روت هذه شرحناها في الحصه في الفيديو الفايت وهضرنا عليها وقلنا شنو واش كتصلح لنا، دونك ما نحتاجش نعاود نرجع لها. اكسيس ليست ان كذلك قلنا هي اللي كتجمع لي لي زادريس ديال لوكال انترن كاملين، كتجمعهم لي يعني في هذا ليست ان. دابا اجي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لا تريدكسيون بات، كيفاش غادي نديروا نديفينيو لا تريدكسيون بات اوتوماتيكمون بكوموند وحده سهله. قبل ما نمشي لها غادي نذكركم باللي هادو ديجا عندي راه كرييتهم، دونك الانسايد لوكال مع الاوتسايد لوكال. اوكي الاي بي نات انسايد مع الاي بي نات اوتسايد اللي هما اللي كيحددوا لي لوكال انترن مع مع الاخرين. اوكي مع الاكسترن يعني لو ريزو انتيريور مع لو ريزو اكستيريور. كيبقى لي دابا يعني كوموند وحده اللي هي اي بي نات انسايد سورس، هذا هو السهوله ديال البات وكذلك لوتيليتي ديالو. البات هو المستعمل وهو باش كنخدمو وهو باش خصنا عموما يعني نخدمو. اوتوماتيكمون كنضيفو كوموند وحده، كوموند وحده اللي هي اي بي نات انسايد سورس ليست 1. دونك كنقول له لا ليست 1 هاد لي زادريس اي بي ديال لوكال انترن اللي كاينين في لا ليست 1 اللي هما 192.168.1.0 محددين بهاد لا كوموند، يعني كيبداو من 192.168.1.1 حتى 192.168.1.254. تنقول له يعني العكس داكشي اللي كان عندي في هذا في النات ديناميك كما شفتوا. دونك هنا في البات اوتوماتيكمون كنقول له شوف غتخرجهم لي مع الانترفاس سيريال سيريال 0/0 بالنسبه ليا انا سيريال 2/0 هنايا سيريال 2/0 فوالا. دونك افيك ان نيميرو دو بور اوتوماتيكمون فوالا اوفرلود كيخرجهم يعني يعني في اي لحظه افيك ان نيميرو دو بور. متفقين؟ دونك هذه لا كوموند الوحيده اللي كتولي عندي بعد ما يعني هنايا اوتوماتيكمون خليت هاد لا كوموند ديال لان هادي ستاتي ديال الغوطاج ضروري منها لانه هي غادي تقول لي فين غادي نمشي باش نوصل يعني لاي ادريس ريزو اللي انا ما كنعرفهاش كما شرحت في الحصه الفايته. دونك بغيتكم ترجعوا لها الى كان عندكم شي خلل في هادي. دونك وهنا اوتوماتيكمون فوالا كنخلي ديك لاكسيس ليست اللي كتحدد لي كذلك لي زادريس ديال اللوكال انترن، ثم كنجي كنجمعهم هنايا في كوموند وحده اللي كتخليهم باش يخرجوا كاملينهم عفوا باش يخرجوا كاملينهم مع اش مع الانترفاس بالنسبه ليا سيريال 2/0 فوالا. هذاك الشيء اللي غندير هنايا اوتوماتيكمون غادي نجي فوالا غادي نقول له اي بي نات اي بي مينيسكول ماجيسكول ماشي مشكل اي بي نات انسايد شنو سورس لا سورس ديالي اللي هي ليست واحد ولا ليست واحد. اش كنقول له؟ كنقول له غتخرجهم لي مع الانترفاس سيريال 2/0 فوالا. لا ليست واحد كامله كما قلت هي هذه، دونك غادي تخرجهم مع انترفيس سيريال 2/0 وكنقول له فوالا overload يعني غادي في اي وقت وكذلك افيك دي نيميرو دو بور اونتري فوالا. ها لا كوموند دات مزيان اوتوماتيكمون. فاش غادي نجي كذلك هنايا وندير ان بينغ او بيان نصيفط يعني بهاد الرساله اوتوماتيكمون خصو يدوز هذاك لو بينغ فوالا. لاحظوا اذا هنا الى جيت هنا لهذاك الجوج اوتوماتيكمون صيفط فوالا ها هو كيخرج. لاحظوا كذلك غادي نشوفوا اش من ادريس باش كيخرج هنا التغيير فاش غادي اللي غادي يوقع. دونك غادي نمشي نصيفط كذلك هنا ب ولا بهذا
اس تي بي دونك اس تي بي هو هذا اوتوماتيكمون غادي نقول له كذلك يمشي لعند لا ماشين 200 252 فوالا ها هو خرج كذلك بسلام فوالا ها هما لي ريبلاي قلنا لي ميساج اس ام بي ايكو ريبلاي ها هو رجع لي بسلام دونك في الوقت محدد والتايم تو لايف ديالو كذلك يعني تكريمونطا فوالا دونك هنا اوتوماتيكمون الى درت فوالا عفوا هنا الى درت دابا دو شاو اي بي نات ترانسليشنز انتري لاحظوا هنا التغيير اللي غادي يكون اوتوماتيكمون فوالا اوتوماتيكمون هنا باش خرجت ما بقيتش كنخرج بشي بلاج وحده اخرى وليت كنخرج بالانترفاس ديالي اللي هو 200 201 شكون هو 200 201 هو هذا هو هذا لو ميم انترفاس ديال الروتور ار ما بقيتش كنستعمل شي ريزو ايماجينير ولا شي ادريس يعني جلوبال انترنال لا وليت كنستعمل هاد الانترفاس به باش كيخرجوا جميع هاد لي ريزو ديال اللوكال انترن اوكي كيخرجوا به جميعهم ولكن التغيير اللي كيكون يعني باش تكون الارساليه كترجع لمولاها يعني كيتزاد هاد لو نيميرو دو بور بهاد لادريس هادي بهاد لادريس هادي دونك هاد لو نيميرو دو بور دونك كيمشي لهاد لو نيميرو دو بور حتى كيرجع يعني لهاد لو نيميرو دو بور دونك اوتوماتيكمون انسايد جلوبال هي هادي لادريس يعني جلوبال انترن خرجات بها هاد لادريس اللي هي ادريس ديال لوكال انترن بان نيميرو دو بور اوتوماتيكمون وصلت هنا دونك لهاد الريزو ديال الاوتسايد اللي هو ريزو يعني لوكال اكسترن وهذه كذلك جلوبال اكسترن وصلت لعندها دونك اوتوماتيكمون الاهم شيء هنا هو لاحظوا كنخرجوا بلادريس اي بي فعلا ديال داك الانترفاس ديال هذاك الروتور ديال الاكستيريور ما بقيناش كنخرجوا يعني بدي زانترفاس اخرين ولا شكون اللي كيتزادوا هنايا لهذاك الانترفاس كيتزادوا له لي نيميرو دو بور ما يمكنش يخرج بواحد نيميرو يعني ويدخل واحد يعني اي 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 ماشين في اللوكال انترن كيخرجها بلادريس اي بي ديالو ولكن كيعطيها ان نيميرو دو بور فاش كترجع يعني هذيك الارساليه وهنا هذا لو نيميرو دو بور كيختلف على داك اللي كنت قلت لكم قبيله كاين في في, في في يعني في النت ديناميك لان هذا ديال البات هذا نيميرو دو بور ديال البات اما هذا قبيله نورمالمون كيتكريا من يعني من لادريس ماك من يعني في الارسال من هذاك ليكيبمون اللي صيفط اوكي دونك هذا هو الاختلاف بيناتهم ولكن انا اللي كيهمني هنا هو تركزوا لي باللي هنا كاين النيميرو دو بور ديال البات هذا كيتسمى نيميرو دو بور ديال البات اوكي نيميرو دو بور كونسيرنون لو بروتوكول بات بور بورت اللي الناس سميتو بورت ادريس ترانسليشنز اوكي الوغ نتمنى هاد يعني المعلومات كامله تكون وصلتكم يعني بشكل جيد ونتمنى ما يكونش شي خلل لانها بسيطه الامور وسهله اوكي لاحظوا هنايا انا ما مركزتش بزاف في البات على هاد الغوطاج ستاتيك ومركزتش يعني على شي امور لانه هضرت عليهم كذلك في لي تي بي الفايتين فاللي كان عنده فيهم شي اشكال ولا يرجع لهذاك التي بي الفايت في الحصص الفايته فوالا دونك افو لا بارول الى عندكم شي سؤال شي حاجه يعني اللي ما بيناش ولا يعني شي مساله اللي بغيتوا تهضروا فيها دونك افو لا بارول شكون اللي بغى يتدخل يتفضل فوالا الى فهمتوا كل شيء الى دازوا لكم لي تي بي مزيان الى ما كاين الناس تفضلي مادموزيل وي بالنسبة لهاد لي تي بي اللي درنا واش حتى هما غادي نديرهم في الدفتر مع التصحيح ديالهم ولا غنديروا تي بي صافي هو انا نقول لك دائما سيلفو بلي حاول دير تي بي وحاول دير لا كوريكسيون ديالو لان 2020 ماشي هي 2025 ماشي هي 2030 والدفتر كيبقى عندك دائما محفوظ وكيبقى كذلك واحد الذكريات وكيبقى واحد الوجه ديالك ولذلك سيلفو بلي راك غادي تنسى مع الوقت مع المشاغل مع كذا دونك ضروري غادي تنسى شحال من حاجه ولذلك سيلفو بلي افضل الا درتو تيبي ودرتو التصحيح تحت منه سيلفو بلي اوكي شكرا على هذا السؤال الوغ كاين شي سؤال اخر كاين شي حاجه اخرى يلا هلي مسيو با دو كيسيون ما كاين لا سؤال لا والو دونك اعتقد الاغلبيه راهم
ما حضروش اليوم فوالا ماشي مشكل، دونك حاولوا تعطيوهم الرابط باش يعاودوا يعني يشوفوا الحصه، دابا يوصل لكم يعني من اليوتيوب دونك، وان شاء الله نلتقي في الحصه المقبله. الا كان يعني عندي شي طارئ ربما نقدر نعلمكم غدا، ما غاديش تكون الحصه، ولكن الا ما كانش غادي نعلمكم باللي غتكون الحصه غدا. نتمنى يعني ما يكونش عندي شي طارئ اللي يخليني ما نديرش ديك الحصه، ولكن الا كانت شي حاجه اللي تمنع غادي نعلمكم باللي ما غتكونش الحصه ديال غدا. اذا شكرا لكم، الى الحصه المقبله ان شاء الله. ميرسي بيان بو فوتغ بريزونس اي بو فوتغ اتونسيون jusqu'à la prochaine séance. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.